تعال مصطفى دقيقة. أول شيء رح أشلح من رجلي. اليوم بدي اياكم تنبسطوا مرتين. اسالوني ليش، قولوا ليش، ليش بالسوري، قولوا ليش، ليش. ايوه حقلكم ليه. اولا اليوم تجربه جديده للودي، وكل تجربه جديده حادعمك لحياتي انت، مو انا خلفتهم فبالتالي لازم ادعمه. فاليوم انا هديتك يا حياتي متبرعه باجري للودي بهي الحفله، ومثله مشان ما يكون بس لودي. معلش ما تقول لا، اذا مصمم حط لي اياهم بالاوضه، تعرف عنوان الغرفه اذا مصمم. ومثله بيسعدني انه يكون مثلهم بالضبط اجري بتبرع فيه لثلاث مصادر. بحب اني اتبرع بثلثه، وبتمنى انتو كمان اليوم يكون يوم الضمير العالمي. انا اليوم ضميري كتير صاحي، وبناء على قلت ليش لحتى اتبرع بس لابني، ومثله بحط مقابله لناس بتستاهل اكتر من ابني. مؤسسة اهل مصر محتاجة دائما دعمنا، رح اتبرع بكل اجري، يعني هدول الفلوس رح اطلعهم عندي من عندك. وكمان مشفى 57357 محتاجين دعمنا. والثلث الأخير بحب إنه يرعوا السوريين الموجودين بمصر لكل أهلنا وحبايبنا السوريين. وبهيك بكون يعني زبطت ضميري مرتين. حفلتك بالنسبة لي فرصة لحتى أعبر عن محبتي الكبيرة إلكم ولادي، حياتي أنتو ولكل الدنيا. وبتمنى كمان هيك تساعدوني باللي نحن بدنا ندعمهم هالمؤسسات، لأنه بحاجة لدعم منا نحن الجميع. ماشي الحال يا جماعة، وانتو طالعين عطوني شوية مصاري عم بقولي جماعة خيرية اليوم. اوه تعالوا نتذكر هيك القديم. هلا تتذكروا اول غنية مين بي